وفي الخدمات وتسهيل حركة المواطنين، بين مدير بلدية تكريت صيف جاسم أنه بحسب توجيهات المحافظ بدر محمود الفحل تم افتتاح الطريق المؤدي إلى بلاج تكريت، وذلك بعد غلقه بسبب ارتفاع مناسيب المياه خلال موجة الأمطار الأخيرة. دعا جاسم المواطنين إلى الحذر من الاقتراب لنهر دجلة وقت ارتفاع منسوب المياه فيه، تجنبا لوقوع حوادث لا تحمد عقباها. نحن الآن على مدخل جسر تكريت البديل، الشارع المؤدي إلى شارع البلاج. نود إعلام المواطنين أنه تم إغلاق هذا الشارع المؤدي إلى البلاج بسبب زيادة مناسيب المياه، وخوفاً على المواطنين والعوائل بسبب الفيضانات التي حصلت الأخيرة في مدينة تكريت بسبب الأمطار، وذلك بسبب كثرة الحوادث اللي في هذا المنطقة، تم غلقها حفاظا على حياة المواطنين. بعد المناشدات الكثيرة التي وصلتنا ووصلت السيد محافظ صلاح الدين المحترم الأستاذ بدر الفحل، تم توجيهنا من قبل المحافظ المحترم بفتح الشارع المؤدي إلى بلاج تكريت تحت أسفل الجسر للمواطنين، وخاصة بعد استقرار مناسيب المياه حفاظا على حياتهم. تم فتح الشارع اليوم للمواطنين، وبهذه المناسبة نحذر المواطنين بالاقتراب من مناسيب المياه، وذلك لكثرة الحوادث التي تحدث من غرق للمواطنين، وشكراً.